احب اتكلم نصيحه طبيه عامه للمرضى او لغير الاطباء، مش للمرضى، للاصحاء برضو اللي عايزين يفضلوا اصحاء. بالنسبه للقلب لازم نكون عارفين كويس قوي قلبنا اللي بيضرب جوه صدرنا ده ايه بالظبط. ده عضو بيضرب 70 80 مره في الدقيقه، 24 ساعه في اليوم، يعني 100,000 ضربه في اليوم. يعني لو واحد عاش 70 80 سنة، ربنا يديكوا صحة وطولة العمر وتعيشوا 100 سنة، انت بتتكلم في 100,000 ضربة في اليوم. العضو ده لو وقف دقيقة واحدة الإنسان هيتوفى، ولو تلف الإنسان هيبقى عايش بنوعية حياة غير جيدة. لذلك المحافظة على القلب أهم بكتير جدا من علاجه. طب إزاي أحافظ على القلب؟ من فضلكم اسمعوني كويس. احافظ على القلب باسلوب الحياه الصحي. اسلوب الحياه الصحي يعني ايه؟ اول حاجه هي الحركه. الحركه بركه. لازم تتحرك، حتى لو كنت كبرت في السن، حتى لو كانت ركبك وجعاك، حتى لو كان وزنك زياده، لازم يكون في حركه. قد ما تقدر اتحرك، اطلع السلم بدل ما تركب اسانسير. لو انت ساكن في الدور العاشر اطلع 8 بالاسانسير واطلع دورين على السلم. انزل 4 ادوار، اتحرك، انزل اشتري حاجتك لروحك، شيل حاجات في ايديك، قلل الدليفري، مش عايزين نقطع عيش بتوع الدليفري بس قلل الدليفري. امشي، المشي مهم جدا. عدم الحركه هو قاتل، هو ما يسمى التدخين الجديد، النيو سموكينج. يعني ممكن واحد غير مدخن وقاعد طول النهار قاعد في مكانه عمال يبص في محمول بتاعه بيضر نفسه صحيا ضرر كبير. تاني حاجه بعد الحركه هي عدم التدخين وعدم الجلوس في الأماكن اللي فيها دخان مكثف، ومش محتاج أقول قد ايه ده مهم. تالت حاجة هي الطعام الصحي، بالذات لأطفالنا، حافظوا على قلبهم من هم صغيرين. ما ينفعش أديهم أكياس كاراتيه وأكياس شيبس وهم رايحين المدرسة واعتبر إن أنا عملت واجبي. الأطفال لازم تاكل أكل صحي مفيد. يعني إيه؟ يعني موزة، يعني طماطماية، يعني خيار، يعني سندوتش جبنة قريش. ده أكل مفيد وصحي للأطفال. بيضة مسلوقة، لازم الأطفال تاكل أكل مفيد وصحي. ما ينفعش وأكل ما يسبب لهمش البدانة. وافرض كان طفل من أطفالنا وزنه زاد، لازم نبتدي نشوف هنقدر نعمل إيه. ما فيش حاجة اسمها ده عيل ولما يكبر هيخس، كده احنا بنصدر له هو المشكلة في المستقبل. احنا ممكن نساعده في السن ده ويكبر وهو وزنه كويس. الاكل الصحي من اهم الحاجات، وفي كتير من الاكل اللذيذ في مصر اللي كلنا بنحبه مش صحي، حتى لو هناكله يكون بكميات اقل. قلنا الحركه، عدم التدخين، الاكل الصحي، دي اساليب الحياه الصحيه اللي هي ممكن تحافظ بيها على قلبك الى حد كبير. ما نستناش لحد ما القلب يتعب ونبتدي نعالجه. اسلوب الحياه الصحي مهم جدا. اخر حاجه في اسلوب الحياه الصحي ده ان احنا نشوف لو حاجه ابتدت وعامله مشكله، زي ضغط الدم عالي، كوليسترول عالي، عندي تاريخ عائلي لبعض الامراض، بروح لطبيب وعالج الكلام ده. بس ما ينفعش ان انا اروح لدكتور واطلب انه يفحصني واكون انا بره في الشارع قبل ما اطلع شارب 3 4 سجاير او شارب سيجاره. يعني الكلام ده ما ينفعش. اولا قبل كل شيء، الوقاية خير من العلاج، درهم وقاية خير من قنطار علاج. اسلوب الحياة الصحي، من فضلكم اتبعوا اسلوب الحياة الصحي، وشكرا.